يا خواتي، مرحبا بكم في برنامج جديد من فروسيات. اليوم باش نسلط الضوء على سباقات القدره والتحمل او سباق المداومه. في الاسبوع الفارط تنظمت في ضاحيه تونس في مدينه جديده بالضبط سباق ومعسكر للقدره والتحمل نظمه الاتحاد المهني المشترك للجواد. كان هالمعسكر هذايا تحت اشراف طاقم بيطري من الخارج عنده مستوى عالي في القدره والتحمل. برنامج هذا المعسكر احتوى على الكثير من الانشطه، وللحديث وللتغطيه استضفت اليوم زوج زملائي. على يميني صديقي عمر عويده اللي هو مكلف بالتغطيه الاعلاميه، حضر لكم ريبورتاج للغرض، تحول على المكان وواكب فعاليات المنتدى هذا. وعلى يساري أخي وزميلي في المكتب التنفيذي للاتحاد المهني المشترك للجواد واللي هو مكلف بالتكوين سي زياد عوينة، اللي كان هو المشرف على تنظيم المنتدى هذا صحبة الأنسة أنيسة صفيحي والأنسة كليخ أيوب، اللي نشكرهم لأنهم حقيقة قاموا بعمل متميز في الغرف. عفوا، لكن قبل ما نبدأ البرنامج هذا حبيت باسمي الخاص وباسم كل عائلة الاتحاد المهني المشترك للجواد أن أتقدم إلى عائلة سي بلحسن ونيس بأحر التعازي لوفاة أخيه اللي للأسف سمعنا به مؤخرا. وكان في البرنامج يوم السبت أن كنا نظم مأدوبة غداء على شرف الكولونيل ونيس، كما كلنا تعلمنا وتربينا نقولوله ونعيطوله، حبينا في المناسبة هذه نكرموه، لكن للأسف ما نجمش يحضر معنا، ومرة أخرى نقدم له كل تعازينا. سي زياد، باش نمشي لك انت بصفة مباشرة وباش نسلك معناها بصفة موجزة. الستاج هذا تم تنظيمه تحت إشرافك، ما هي الغاية منه؟ علاش اليوم ومش وقت آخر؟ وخاصة وش هي الأهداف اللي مزمع إنجازها من البرنامج هذا؟ نظرا لاجتماعنا بعد السباقات الأخيرة مع الدكتور البيطري برونو اللي هو أشرف على المعسكر هذا، كانت الملاحظات نتاعه قيمة جدا وأفادنا كونه في بعض النقائص اللي كان شافها على طول السباقات الأخيرة اللي صارت في تونس، واللي هو كان عضو في لجنة التحكيم فيها. هذوما السباقات الترشيحية اللي صاروا قبل ولذا احنا حبينا، بما ان سمعنا في السي زياد عبد الكافي اللي هو المدرب الوطني للمداومة في تونس ببرنامج جامعة الفروسية نيتها المشاركة في بعض التظاهرات العالمية، واولها في الصيفة هذه يعني بطولة العالم للأصغر، فحبينا كون ان نساهموا احنا كليسيك في يعني كاتحاد اي كاتحاد، حبينا نساهموا في تكوين ولا في تحسين ولا في الاحاطه بهالنقاط الضعف اللي اشرنا لهم الدكتور البيطري، وذلك باش نعاونوا الفرسان نتاعنا وفرسان الفريق الوطني خصوصا، ولا الفرسان الكل بصفه عامه بما انهم ناس كل موجودين كانوا، باش يتفاداو هالمشاكل هذيا، باش نحاولوا كونا ان اوبتيميز معناها النتائج نتاعنا في المباريات العالميه. ولذلك شفنا من الصالح كونا نستدعاو الدكتور البيطري اللي هو في نفس الوقت حكم دولي مع ابنه اللي هو فارس حائز على بطولات عالميه، باش يعطينا الافاده ويعطي الفرسان الافاده ويورينا ويعلمنا ينصحنا شنو هما الاشياء اللي لازمنا نتفاداوها وشنو هما الاشياء اللي ماذا بينا نحسنوهم باش نجموا نوصلوا الى مستوى نتاع مشاركه يشرف البلاد، وطبعا وعلاش لا نتيجه طيبه ان شاء الله. هذا السبب يعني الرئيسي لتنظيم هالمعسكر هذا. وفي نفس الوقت بما انها التكوين اللي كان باش يكون معناها من طرف الدكتور بيطري، حبينا استدعينا الدكاتره البياطره التونسيين اللي يشاركوا في سباقات القدره وعندهم معناها
خبرة في سباقات القدرة باش يكون عندهم تدخل وفي نفس الوقت يكون عندهم حضور وياخذوا شوية إضافة وياخذوا الإضافة ياخذوا الإضافة باش خاطر هما باش يكونوا موجودين وباش يتواصلوا مع الفريق الفرق والفرسان التونسي. ولذا كان هذا الشولة التأثيرية أنا كدرومهم أي نعم وعلى الشيء هذا كان البرنامج نتاع المعسكر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قسم نظري يتكلم على تعليف الخيول المداومة وكيفية الإحاطة بها، والقسم الثاني كان تطبيقي اليوم الثاني واللي هو كان يحكي على السباق تدريب الخيل كيفية تدريب الخيل كيفية يعني التصرف أي التصرف في الحصان معناها في الجواد مدة السباق ولا مدة المباراة وكيفاش نجمو نعملوا اللي احنا نسميوها الاسيستانس في ما بين الجولات اللي ما كان موجودة في السباق. وهذا هذا الكل معناها باش نكونوا نحاولوا نقربوا للأشياء اللي متعامل بها والناس اللي يعملوا فيها الفرق اللي قاعدة تفوز. وبكل صدق باش خرجتوا معناها شنو هو الدوغري دو ساتيسفاكسيون سيتي؟ والله انا حسب ما شفت يعني من بياطرة ومن فرسان ومن يعني مرافقين للفرق والفرسان شفت اللي فما يعني تجاوب كبير ساعة مع المؤطرين اول حاجة. الحاجة الثانية فرحة كبيرة اخر المعسكر خاطر حسوا اللي هما حصلوا افادة وهذا الكل ما ينقصش من قيمة فرسانة ولا من دكاترنا البياطرة، بالعكس احنا نعرفوا اللي هما على كفاءة عالية بس لكن فما حاجات صغيره اللي تنقصنا في الخبره نتاعنا بنظرا لقله مشاركتنا على المستوى الدولي زيد ما عندناش تجربه كافيه. ولذا استفادوا وكانوا فرحانين اخر المعسكر بالافاده اللي حصلت. يعني عمر انت كنت حاضر؟ اي نعم كنت العين المبصره لكاميرا يظهر لي حضرت في الدوز اتولي صحيح. كيفاش شفتها؟ كلمتين بعد نتعدى الروبورتاج واضح الشبوه يعني في الروبورتاج اليومين اللي كنا حاضرين فيهم يعني كانوا انا عندي ثلاثه نقاط يعني اللي كنت مركز معهم اللي هو الميدان اللي ما كانش عندنا قبل يعني نحضروا في المباريات تاع القدره والتحمل ما كانش الميدان يعني يكون فاري كيف ما شفناه في المعسكر هذا كان جينيرالمون يكون عندنا الميدان بلا الديفيرونس يعني تكون في الميدان اما يكون يعني سوبل ولا دور هذيك هي الديفيرونس. من هنا لقينا في المعسكر هذا اللي يعني كان فما نوعيه بتاع ميدان يعني فيها جبال فيها هبطات وطلعات وهبطات كانت فاريه يعني بصفه كبيره ياسر. وكان يعني الدور في التكوين يعني النقطه الثانيه اللي هو التكوين اللي كان الفارس جوليان اللي هو ابن برونو يعني الفيترينير كان معاهم على الميدان وكان يعطي فيهم في نصائح بما انه يعني فارس دولي وكما قال سي زياد متحصل على بطولات عالميه كنت نشوفه يعني كي مش بطولات اما مشاركات 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 صراحه وصلي يظهر لي احسن مره 16 تقريبا يعني العالمي. كنت معاهم في الميدان تبعناهم في المناطق يعني اللي كانوا ممكن الفرسان بتاعنا مش مستنسين بهم كان هو ديما يعطي فيهم في النصائح نقص في السرعه زيد كيفاش تتحكم يعني في السباق بتاعك. والنقطة الثالثة يعني اللي هي زادة مهمة كيف ما ذكرت أنت من الأول يعني شكر المنظمين اللي هو كان تنظيم على أحسن نطاق الفرسان الكل اللي شاركوا يعني خرجوا في آخر المعسكر فرحانين يعني بالشيء اللي صار. وبعد جوني اتصالات من فرسان أخرين اللي هم فرسان القفز على الحواجز اللي يسألوا وقتاش باش يكون فما معسكر زادة الفرسان القفز على الحواجز. هذه لوحتها لي انا لوحتي الكره هي معناها كما قال اسكندر بوجامع المره الاخرى يلزمك تعطيني سكوب ما نجمش نوعد اي شيء لكن انت تعرف اللي عندنا اتصالات مع فارس مستواه عالمي اولمبي وعد باذن الله باش يكون معنا خلال شهر جانفي مش لمعسكر خاطر ما نجمش يجي على 3-4 ايام ماهوش ممكن باش يحاول يجي على نهارين ويكاند كما يقولوا يجي نهار السبت ولا نهار الاثنين وان شاء الله بقدرة ربي ننظموا هالمعسكر هذايا للفرسان اللي هما تابعينك انت نتاع القفز على الحواجز. نقترح عليك نشوفوا الروبورتاج اللي عملته انت تفضل وثم اذا كان ثم بعد كومنتير نحكي في الموضوع. واضح. نظم الاتحاد المهني المشترك للجواد ايام 1 و2 ديسمبر 2012 ورشه تكوينيه لفرسان القدره والتحمل والبياطره المختصين في هذا المجال بيستابليت قنطوريا بجديده. ولتنشيط هذه الورشة تم استضافة السيد برونو فانت كيتير وهو بيطري بالشكل الجنسية
صحبة ابنه جوليان اللي هو فارس من المنتخب البلجيكي. كما تم استضافة السيدة تانيا يونس اللي هي حكم دولي لسباقات القدرة والتحمل. حضور السيد برينو إلى تونس كان مجاني، وذلك لما تربطه بعلاقة تأخي مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وسبق له بجال تونس لحضور في مسابقات دولية وينشغل فيها منصب حكم دولي. سباقات المداومة، سباق تبلغ مسافة فيه 160 كيلومتر، وهي المسافة اللي تدور عليها بطولة العالم والبطولات المفتوحة. وباش ترشح لهذه المسافات فما مسابقات ترشيحية تدور على مسافات 80 و 120 كيلومتر، اللي تبدأ على مسافات 40 ثم 60 ل 80 كيلومتر. وفي هذا الاختصاص مراقبة بيطرية شديدة ودقيقة ترمي إلى المحافظة على سلامة وصحة الجواد والفارس. على هذاك يتم في كل سباقات تقسيم السباقات على مراحل تتراوح مسافتها ما بين 25 و 30 كيلومتر. في ختام كل مرحلة يتمتع الجواد براحة تكون معدلها 30 دقيقة، يشرب فيها ويتغذى ويتم الفحص من طرف فريق بيطري مختص. الهدف من هذا الفحص هو التأكد من سلامة وصحة الجواد قبل السماح ليه بالانطلاق في الجولة الموالية. قبل ما يمشوا يعملوا البوكلة نتاعهم نعملوا لهم انسبكسيون جينيرال، نشوفوا الفريكونس كاردياك، القلب، لي باتمون، اسكو عندهم اون انومالي ولا اسكو سون ترو ستريسي، قلبهم يدق ياسر بوكوي، لي ميكوز كيف كيف لاباري دونك كارديو فاسكولير، نشوفوا زيد لاباري ديجيستيف خاطر ما تعرف لي كوليك وكوشي وكاو، نشوفوا لا فورم جينيرال دو شوفال افون لو ديبار. ومن هنا نفهموا مدى اهميه هذا الفحص، وبالتالي أهمية التكوين الصحي والجيد للبياطرة. أولا حافظوا على سلامة الجواد والفارس، ثانيا لاحترام القوانين والقرارات الصادرة عن الجامعة العالمية الفروسية واللي هي تتغير مع الزمن والظروف. ولهذا الغرض نظمت الغرفة المهنية للفرسان يوم 21 ديسمبر 2012 معسكر خاص بفرسان وبياطرة اللي لهم علاقة بسباقات المداومة. لجنة التنظيم كان لها دور كبير في هذا التظاهرة اللي ساهمت فيها بشكل مميز المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل عبر نادي الفروسية الرجع لها بالنظر، واللي كان لها حضور المشاركة قيمة 40%. كما أن الجامعة الوطنية لرياضات الفروسية أفادت مراقب لها الإشراف على هذه التظاهرة. احتوى برنامج التظاهرة على يوم تكوين نظري ويوم تطبيقي. وقبل ما نتعداو للبرنامج نحبوا نوجه شكر خاص للجنة التنظيم اللي تكون من الأنسة أنيسة صفيحي والأنسة كلير أيوب والسيد زياد عوينة. برنامج يوم السبت 1 ديسمبر احتوى على 3 ورشات عمل. الورشة الأولى تغذية جواد القدرة وعلاقتها بالتقنيات التمارين. الورشة الثانية السيطرة على المقاييس الحيوية والهيكلية لجواد القدرة وتطبيقها على تقنيات التدريب. الورشة الثالثة اللي كانوا فيها زوز أجزاء، الجزء الأول التعامل الفني للفارس مع الجواد خلال مختلف مراحل السباق، والجزء الثاني قوانين الجامعة العالمية الفروسية والتنقيحات والإصلاحات الجديدة. اليوم الثاني لحد 2 ديسمبر كان مخصص للتطبيق واحتوى على فحص أولي للخيول، إسناد بعض النصائح لكل فرسان على حد خاص في مجال التصفيح ونوعية الصفائح وكيفية استعمالها. انطلاق الخيول في جولة يبلغ طولها 8 كيلومتر ونص، مسلك فيه الكثير من التغييرات في الأرضية. هذه الجولة تعتبر جولة للتعرف على الميدان، على صعوباته، ثم كيفية التعامل معه، وهو ما قامت به فرقة الإحاطة الأسيستانس بعد الفحص الأول للخيول من طرف طاقم الطب. كما توقف الفارس جوليان على بعض الشكليات اللي من شأنها تحسين مردود الجواد لتمكينه من تحقيق نتائج أفضل. انطلاق الخيول في جولة التدريب واللي تحتوي على قطع مسافة 17 كيلومتر اللي تكون على زوج مراحل، كل مرحلة فيها 8 كيلومتر ونص.
وبعد المرحلة الثانية يتم فحص مدقق للخيول وإسناد نصائح خاصة لكل فارس حول حال جواد وكيفية التعامل معه خلال السباق. وتعتبر هذه المرحلة تقييمية لكل جواد مشارك، يعني كل فارس يتلقى تقييم من البياطرة المختصين ومن الحكام الدوليين على المسافة اللي اقتحها مع نصائح اللي باش يكمل بها بقية السباق، وعلى الحالة الصحية لحصانه ومستوى التدريب، وفي بعض الأحيان شنو الأخطاء اللي يلزم يتفاداها. وهذا هو في الأخير هدف هالمعسكر اللي يعطي لكل مشارك تقييم خاص ليه ولجواده. ختمت الموتاج متاعك أنه كل فارس تحصل على جملة من النصائح وكأنه كونساي بيرسوناليزي، تقييم بالضبط، يعني تقييم كل فارس تحصل على تقييم خاص من عند سواء يعني الفيترينير الدولي اللي هو برينو اللي كان حاضر، وإلا تانيا يونس اللي هي حكمة دولية يعني موجودة كانت معنا، حصلوا معنا تبعتهم، شفت كل فارس يعني يتبعوه بالضبط، يعطيه تقييم للكورسة بتاعه كيفاش تبعها، ومعهم زادة كيف الفارس جوليان خطر هو معهم في المسار، يعني أعطاهم بالضبط كل فارس كيفاش تصرف في الكورسة بتاعه. باش نرجع لزياد، هذا علاش انتم حطيتوا 15 مشارك في الأكثر؟ في الأكثر إذا عملنا أكثر من 15 مشارك يعني الإحاطة بالمشاركين كلهم وبصفة شخصية صعيب شوية كونها تم، ولذا فضلنا كون المجموعة تكون صغيرة باش يعني النصائح والمتابعة تكون فردية وبيرسوناليزية كما قلت. أنا باش نقول لك مثلا إذا كان احتمال إنسان يجي يعيب عليك يقول لك اليوم توما خذيتوا 15 واحد فقط وإحنا أكثر برشا، الناس اللي الاخرين اللي المره هذه ما نجموش يعملوا استاج هذا نجموا، فما فاسكو فما فكره في تنظيم الافاق مازالت يعني في الاحاطه بالحصان نتاع القدره في فما اشياء كثيره ياسر. هي انا فارس اليوم وانا طلبت لكن للاسف جيت مثلا 17 ولا 18 ولا 19 على الليسته ما نجمتش نعمل الاستاج هذا. اش تقترح عليا انا غدوه في الايام؟ اسكو فما ان بروغرام باش انا غدوه في الايام نعاود ناخذ نفس الشانس اللي خذاها انسان اليوم عمل الاستاج هذا، والا الغالب فاتني الترينو اش باش يصير؟ لا 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 فما معادله صحيح الفرسان الكل انت قلت فرسان كلهم توانسه بطبيعه احنا كيفاش فكرتوا في الشيء؟ شنو البرنامج؟ احنا فكرنا كونه البرنامج باش يكون يعني متواصل اللي هو تقريبا تكوين متواصل، ممكن يكون مع الدكتور البيطري هو بيدو، ممكن يكون مع حد ثاني اللي ممكن يعطي الاضافه للفرسان نتاعنا، واللي فاتوا المعسكر هذا معناه نجم يتصل بالفرسان اصحابه اللي اخذوا معناها معلومات وممكن تفيدهم كونهم يستفادوا بها هم في الوقت الحالي، والمعسكرات ان شاء الله تكون فيها امكانيه كون ننظموها اكبر على عدد اكبر باكثر مؤطرين معناها. وثماش اولويات مثلا الناس اللي ما نجموش يعمل عمل معسكر هذا يكون عندهم أولوية للمرجية؟ والله الأولويات ما فماش أولويات، ما فماش الناس الكل، المعسكرات مفتوحة للناس كل. احنا حددتهم ب 15، احنا حددناهم مفتوح، احنا 50 عندك 50 و60 فارس في 15 برك صحيح. اما باش نعاودوا نعملوا له نفس المعسكر ننظم نفس المعسكر، والا هل فما جهة اخرى باش تنظم نفس المعسكر؟ احنا نحاولوا نساعده كلوسيك، يعني نحاولوا نساعده الجامعه التونسيه للرياضات الفروسيه، معناها ماهيش مهمتنا تكوين، مش مهمتنا يعني كوننا نكونوا لمين بالواحد، معناها الجامعه التونسيه الفروسيه باش يكون عندها هي نصيب الاسد في تكوين، معناها هي مسؤوله على الشيء هذا طبعا، معناها هذا مش غريب، وانت متمم مش غريب. احنا نحاولوا نساعده كاتحاد، نساعدوا الجامعة التونسية ونساعدوا الفرسان اللي ما كانش عندهم الإمكانية كونهم يحضروا ولا ما فماش معناها إمكانية كونه يتوجد، باش نوجدوا حاجة معينة لكن على نطاق اللي نجموا نقدروا عليه. معناها ما يخفيكش اللي احنا مازلنا عندنا 3-4 شهور من اللي تأسسنا، معناها نحاولوا بقدر المستطاع بالإمكانيات المتاحة كون ننظموا حاجة ونساهموا في تطوير الرياضة هذه. بارك الله فيك عمر، كلمة باركة نحب نختم بها، يعني المعسكرات ممكن الجاية باش يكونوا العباد على علم بهم، يعني اللي فما صفحة التواصل على الفيسبوك اللي هي أوزيك تونيزي يلقاو فيها يعني جميع الصور بتاع المعسكرات اللي تعدات، وأي برنامج يعني باش يكون موجود يلقاوه أول بول على الصفحة هذه اللي يجمو ينخرطوا فيها.
معناها هذه دعوة مفتوحة بالطبيعة. سيدي بارك الله فيكم، عايشك اخواني اخواتي، ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله ملتقانا المره الجايه. الاسبوع الجاي باش يكون فروسيات، هي الجانب الفروسيه التقليديه ان شاء الله باذن الله، باش تكون معانا مصافحه من ولايه قابس، وخاصه بالتحديد محدثات الحامه وتاريخها ومن هم بني زيد ومن هم الحماريه وكيفاش لباسهم التقليدي، كيف ما قلنا قبل وصفحنا ولاية القيروان. والسلام عليكم.